السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء، أقدم لكم المحاضرة الثالثة من الفصل الثاني الخاص بموضوع Artificial Neural Networks. أخذنا بالمحاضرة السابقة أحد أنواع الخلايا العصبية الأساسية اللي كانت تسمى بالمكوليك نيورون بيتس. اليوم راح نأخذ نوع جديد وهو ما يسمى بالبرسبترون، وهذا النوع ظهرت به بعض التطورات الجديدة مقارنة بالموديل السابق. في البداية هذا الموديل قدم من قبل العالم فرانك عام 1958، وأحد ميز الموديل أنه ممكن يتعامل مع قيم حقيقية بدل القيم الباينري اللي هي كانت الزيرو والوان. كذلك أنه في هذا الموديل يعني الترانسفير فانكشن ممكن أنه تكون applied أو المستخدمة هي السيمتريك هارد ليميت ترانسفير فانكشن، أو هذا النوع اللي هو يعطيني قيمة ما بين السالب واحد والواحد. النقطة الأهم في هذا الموديل هو الـ learning capabilities، يعني سابقا قلنا احنا ما موجودة خاصية الـ learning، يعني كانت الـ weights value والـ bias تحدد قيمها بالاختبار. اما الان هنا أنا ممكن يصير عندي حالة الـ training، فناخذ الـ بعد تدريب الشبكة نحصل على قيم الـ weights والـ bias. لكن حالة الليرنينج راح يكون الموضوع خاص بها، ونناقش حالة التدريب لكل شبكة من الشبكات اللي راح ندرسها حسب الطرق اللي راح نختارها. التركيب البرسبترون يعني مشابه بصورة جدا كبيرة إلى المكونيك بيكس اللي هي وجود الانبوتس عندي بالإدخال. على سبيل المثال إذا كان عندي 2 inputs راح يصير عندي 2 weights موجود عندي، وعندنا السميشن اللي تدخل بها البايز، والاوتبوت هنا من الاوتبوت للسميشن هو راح يكون حاصل ضرب كل انبوت مع الويت، وبالتالي زائد البايز. ثم الان راح تكون هي ادخال للاكتيفيشن فانكشن، ومن عندها احصل على الاوتبوت بنفس الطريقه المشابهه اللي حكيناها بالمحاضرات السابقه. إذا كان عندي أيضا بصورة عامة يعني إدخالات متعددة، ممكن تكون عندي N من الإدخالات، فمعناته راح يكون عندي N من الويتس N أو M، وكذلك راح يكون عندي البايوز وثم الأكتيفيشن فانكشن. هنا الملاحظات يعني عامة، على سبيل المثال بما يخص الديسيشن باوندري. الديسيشن باوندري احنا قلنا احنا عندنا حالة انه راح يكون لينير classification بما يخص الميكوليك بيس، وبما يخص حتى البرسبترون يعني تطبيقاتها هي فقط مع اللينير. ممكن انه تصنف اللينير ما بين الفكتورز اللي موجوده عندنا بالبيانات. فالديسيشن باوندري راح يكون هو عمودي على الويت فكتورز. هاي طبعا معلومه مهمة وأساسية، راح نشوف شلون نحتاج نتعامل معها أو تفيدنا بالتطبيقات الخاصة بأمثلة معينة. الآن إذا يعني نقارن الحالة السابقة الشبكة السابقة مع هذه الشبكة الحالية، سابقا كل الشبكات اللي أخذناها كان عندنا نيورن وحدة والادخالات تجي إلها وثم نحصل على الإخراج. أما إذا أريد أنه نحصل على أكثر نتوسع شوية بالشبكة، راح مثلا عندي أكثر من نيورون، يعني هنا نيورون رقم 1، نيورون رقم 2، نيورون رقم 3 وهكذا يعني أو أكثر. هذه النيورون كل وحدة من عندها ممكن تحصل على إدخال. فالإدخال يعني لو كان عندي M من الإدخالات، فالويت الاول اللي يربط لي ما بين الادخال الاول والنيورون الاول هو W12، اما الويت الثاني اللي يربط لي ما بين الادخال الثاني والنيورون الاول راح يصير اسمه يصير W13.
1 2 يعني اختبار الإدخال الثاني، لكن بعدني أنا وين بالنيورون الأول وهكذا. أما إذا أريد نحول على النيورون الثاني فعلى الـ X1 الويت اللي راح يكون W2 1 باعتبار أنه إحنا حولنا وين للنيورون الثاني، وهكذا نفس المفهوم يطبق على البقية. نلاحظ الآن يعني عدد الانبوتس يعني ممكن يكون M، بينما عدد النيورون ممكن يكون N، يعني مو بالضرورة أنه عدد الإدخالات ويكون متساوي إلى عدد النيورونز. وكل نيورونز أيضا عندي موجودة البايز، وممكن أحصل على الأوتبوت السميشن، وهذا أوتبوت السميشن راح يكون أيضا إدخال للأكتيفيشن فاكشن، ثم نحصل على الإخراج الرئيسي. نلاحظ الآن أنه عدد الإخراجات راح يكون مساوي إلى عدد النيورونز اللي موجودة عندي بالشبكة، بينما عدد الإدخالات هو مختلف. عندما تكون عندي هكذا حالة أنه إدخالات متعددة، طبعا هذه الإدخالات متعددة هي ممكن تمثيلها بشنو؟ بفكتورز، يعني أنا عندي فكتورز من الإدخالات حسب عدد الإدخالات. اما بما يخص الويتس، يعني باعتبار انه بما الويتس المربوطات بالشبكه الاولى اللي جايه من الادخال الاول والثاني والثالث الى اخره، راح تشكل لي مصفوفها، وتكون هي الصف الاول من المصفوفه. فيما يخص النيورون الثانيه ايضا راح تجيها ادخالات من الويتس اللي جايه من الادخال الاول والثاني وكذا، فراح تكون الصف الثاني من المصفوفة إلى آخره، إلى آخر شبكة موجودة عندي أو آخر نيورون موجود عندي بالشبكة، أيضا جاية إدخالات من الأول والثاني إلى الأم، فراح تكون بهذا الترتيب. يعني عندما يكون عندي نيورون وحدة، إذا يكون عندي نيورون وحدة بالدائرة، راح أحصل يكون عندي فكتر للإنبوت وفكتر للويتس. أما إذا تكون عندي أكثر من نيورون موجودة، فراح يكون عندي فيكتور للانبوت وماتريكس للويت. نعم. الان هذه النوع من الشبكات شنو تسميتها عن الشبكه السابقه حتى نميزها؟ احنا سابقا كان عندنا سنجل نيورون، يعني خليه عصبيه واحده. الان شنو صار عندي؟ سنجل لاير، يعني هذه هي لاير واحده، فهذه شبكه لاير. من نستخدم كلمة لاير يعني أصبحت عندي مثلا أكثر من نيورون موجودة. وطبعا حتى هذا مفهوم اللايرز راح نجي هنا عندنا، راح يصير حالة بدل ما سنجل لاير راح يصير عندنا حالة المالتي لاير، راح نجيها بوقتها. بس بالوقت الحالي من نقول سنجل لاير يعني عندي أكثر من نيورونز موجودة، أكثر من نيورونز موجودة عندي بدل النيورونز الواحدة، ومجموعهم هم راح يسمى يعني مجموع. إذا كان عندي تو نيورونز على الأقل أو أكثر، فهذه جمعها راح مجموعها يكون يعطيني السنجل لاير للشبكات العصبية. إذن إذا أريد نلخص المعلومات العامة فيما يخص السنجل لاير، إنه راح يكون عندي قلنا ويت ماتريكس، وعندي السميشن، وعندي البايز فيكتور. ها كذلك بالنسبة للفيكتور ما ذكرنا، أيضا راح يكون عندي فيكتور بايز، لأنه إذا نيورون واحدة يكون عندي بايز 1، بس الآن راح يصير عندي فيكتور، عندي أكثر من بايز. وراح يكون عندي ترانسفير فانكشن بوكسز، يعني عندي مجموعه من الترانسفير فانكشن، والاوتبوت فيكتور، لانه هنا بما انه عندي اكثر من نيورون فمعناتها عدد قلنا الاخراجات هو يساوي عدد النيورون، فراح يصير ايضا عندي فيكتور بالاخراج. النقطه الثانيه، كل ادخال هو مربوط خلال ويت، وكل نيورون بها بايز، وعندي سميشن ياخذ المجموع سوية، ثم عندي الاوتبوت فيكتورز. بصورة عامة انه يعني قلنا عدد الادخالات هو ما يساوي عدد النيورونز، يعني مو بالضرورة، وهذا هو الشيء يعني شائع وجوده، ما نتوقع انه عدد الادخالات يكون مساوي عدد الاخراجات. النقطة المهمة كذلك، احنا قلنا عندنا راح يصير عدة ترانسفير فانكشن،
لكن لانه عندي مجموعه من النيورونز، لكن مو بالضروره انه يكون كل النيورونز يبيها نفس الترانسفير فانكشن. يجوز انا استخدم ترانسفير فانكشن معينه بنيورون معينه، واستخدم ترانسفير فانكشن مختلفه بالنيورون الاخرى وهكذا. فهذه ايضا معلومه مهمه قد نحتاجها في عمليه التصميم. الخصائص او الفيتشرز للبرسبترون بارامترز قلنا الادخالات الانبوتس لمجموعه من الادخالات، ممكن تاخذ ريال فاليوز وباينري فاليوز. وعندي الويس نفس الحاله، ممكن تاخذ ريال فاليوز وقيمها راح تكون راندوم. كذلك بالنسبه للبايرز ايضا راح تكون ريال وقيمتها راح تاخذ راندوم فاليوز. فيما يتعلق بالاوتبوت، طبعا الاوتبوت يعني ممكن ياخذ ايضا حالات اللي هي الباينري والبايبولر. حاله البايبولر يعني نقصد بها انه راح يصير عندي حاله مثلا واحد ماينس واحد او حاله الصفر. الاكتيفيشن فانكشن اللي بصورة أساسية مستخدمة مع هذا النوع هي قد تكون الستيب أو البايبولر فانكشنز، يعني أما حالة أنه الفانكشن تكون من الزيرو للوان أو حالة من الماينس وان للوان بصورة رئيسية مستخدمة مع هذا النوع من الخلايا العصبية. إذا أريد ناخذ مثال بسيط يقول find the output of the following neural networks، مطيني هذه الشبكة. ألاحظ أنه عندي عدد إدخالات، مجموع الإدخالات هو أربع إدخالات، وهذه الإدخالات مربوطة يعني مشتركة مع weights ماخذة قيم مختلفة ورايحة للسوميشن. ثم عندي الأوتبوت I داخل على الأكتيفيشن فانكشن. طبعا لاحظ انه هنا يعني عندي حالة الاشتراك، قلنا وجود البايرز موجود على السميشن او نخلي الثريشولد موجود. يعني بالحقيقة بالحالتين هو راح يكون نفس المفهوم، باعتبار انه هنا راح يكون عندي هو ماينس البايرز، يعني ماينس البايز اللي راح ندخل او زائد. ثم الاكتيفيشن فانكشن راح تاخذ اكشن على ضوء هذه القيمه. اما اذا عندي ممكن هنا حاله الثريشولد وهي حاله المقارنه فمع الاي، فايضا هذه حاله ثانيه ايضا ممكن تكون موجوده. الان لو نريد نحسب الاي، يعني قيمه الاي شنو قلنا الاي تساوي مجموع ضرب كل انبوت مع الويت المقابل اليه. فاحنا قلنا الانبوت ممكن شنو نمثلها على شكل تساوي على شكل فيكتور، وهذا الفيكتور اذا خليناه بهذا الشكل هو يساوي ايش قد قيمته، 1 2 5 و 8. فيما يخص الويتس كذلك عندي هذا الفكتر للويتس اللي هو قيمه زائد واحد واحد ماينس واحد اثنين، حتى نحصل على حالة الجمع ما بين كل ويت والانبوت لازم نحول الاكس او الويت نحولها الى صيغة الترانسبورت واحدة منهم. ليش؟ لانه حاليا انا ما اقدر اسوي، اذا خليت اكس هذه الاكس مع هذا الويت ما اقدر اسوي ضرب بين هذه تو فيكتورز او ماتريكس. ليش؟ لانه عندي عدد يعني اذا كان ماتريكس مثلا حاليا هسه بهذه الحاله عندي رو واحد، فرو نمبر اوف رو في نمبر اوف كولومز اللي هو اربع كولومز. هذه بما يخص للاكس، وبما يخص للدبليو عندي اربع روز اربع صفوف في واحد كولوم. فهنا هذه الأربعة مع هذا الرقم يعني لازم يكون المتساويات حتى أقدر أقوم بعملية الضرب والنتيجة تطلع لي قيمة بالأوتبوت. أو إذا أريد نستخدم مفهوم الفكتورز باعتبار أنه أنا عندي 2 فكتورز، فالدوت برودكت بين 2 فكتورز أيضا راح يكون الأول
في الأول زائد الثاني، في الثاني زائد الثالث، في الثالث إلى آخر. عموما بعد إجراء عملية الضرب راح تطلع لي النتيجة تساوي 14. هذه ال 14 إذا نجي نقارنها مع قيمة الثريشولد فاليو اللي هي معطاة صفر، بالتأكيد راح تكون قيمتها أكبر من الصفر، فبذلك الأوتبوت راح يكون عندي 1، وحصلنا الإخراج بهذه الطريقة. الآن أريد نتوسع بعملية الأمثلة أكثر بحيث نأخذ مثال من الناحية العملية أكثر شمولية. يعني طالب من عندي يقول عند machine is required to sort fruits، يعني ماكينة مطلوب أنه تقسم الفواكه. على سبيل المثال أنه عندي apples وعندي orange، باعتمادا على نوعهم أريد نصنفهم اعتمادا على نوعهم. وهذه يعني مثلا هذه الأورنج وهذه الأبرز موجودة، وعندي ناقل ينقل هذا الناقل كونفينير ينقل الفواكه إلى المتحسسات. المتحسس شنو راح يقوم؟ راح يقوم بأخذ الخصائص الخاصة بالفواكه اللي هي محددة عندي بالسؤال. على سبيل المثال شنو اختلاف مالي حتى أميز الأبل عن الأورنج؟ شلون أقدر أميز؟ يعني مثلا الشكل يختلف، الملمس يختلف، وقد يكون شنو الوزن يعني أيضا مختلف. فأطالب من عندي design a perceptron neural network لتصميم الباترنز الأنماط الخاصة بهذه الفواكه. وكذلك يعني بسهل علي الأمور، طبعا احنا نقدر نفرض فرضيات ونستنتج، لكن الآن هو يعني معطيني قايل لي على سبيل المثال انه الحالات قلنا الثلاثة البروبرتيز اللي ممكن نتحسسها هي الشيب والتكست والويت، فمعطيني P1 والP2 اللي هي inputs اللي هو محدد 1-1-1 و1-1-1. هذه القيم هي شو تحددني؟ يعني مثلا حالة الشكل الشيب التكستشر الويتس إلى آخره. فهذه القيم هي يعني محددة كإنبوت. بما هذا النمط من الإدخالات هو يعرف للأورنج اللي هو 1-1-1، أما النوع الثاني اللي هو 1-1-1 فهو خاص بالأبل، فراح يعرف لي مثل حالة الأبل. إذن احنا بعد انه السنسر تتحسس هذه الخصائص اللي هي الشيب والتكستشر بروبرتيز، اريد الخلايا العصبيه تصنف بحيث تقول لي هذه ابل وهذه اورنج. الان الحل اللي عندنا يعني قلنا الانبوتس اللي راح يكون البارامترز مالته معتمده على الشيب والتكستشر والويت، فهذا راح شنو يعطيني؟ يعطيني يعني فيكتور 3 dimensional vector. وإذا أريد نحسب الإخراج بهذه الحالة حالة البرسبترون، يعني أنا عندي كم إدخال؟ راح يكون عندي 3 إدخالات، فكم ويت؟ راح يكون عندي 3 ويتس. يعني أنا جاي أستخدم شنو؟ نيورون وحدة. ليش نيورون وحدة مو أكثر؟ لأنه أنا عندي يعني حالة الإخراج راح تكون عندي هنقول يا أما أبل أو أورنج، فعندي 2 classes مو أكثر. فإذا كانت عندي حالة التو كلاسز أيضا يعني ممكن أستخدم نيورون وحدة. الآن قلنا يعني الانبوتس راح تنضرب في الويتس زائد البايس، هذه كلها وين راح تدخل؟ راح تدخل على الترانسفير فاكشن. شنو اسم الترانسفير فاكشن؟ قلنا السيمتريك هارد ليميت، هذا مختصر السيمتريك هارد ليميت، يعني السيمتريك هارد ليميت اللي هي تتراوح من سالب 1 إلى 1. العناصر يعني حتى بس مجرد نفتهم اكثر التصميم، يعني احنا من قلنا حددنا يعني هو بالسؤال محدد عندنا انه الشيب والتكستشر والويت. طبعا كيف ممكن يعني اذا احنا هذه القيم على سبيل المثال اذا كانت غير معطاه ونريد نتعامل مع هيتشي سيستم، يعني مثلا احنا قلنا التكستشر راح يكون مثلا 1 اذا كانت هي سموث يعني ناعم مثلا على سبيل المثال في التفاح، وماينس 1 تكون شويه اكثر بخشونه في حالة مثلا الأورنج. كذلك بما يتعلق بالشيب، الشيب قد يكون يعني بصورة جدا كاملة هو دائري في حالة الأورنج، وقد يكون يعني يميل نوعا ما للشكل البيضاوي ويجوز في حالة الأبر على سبيل المثال.
كذلك الويت، يعني بما يخص إذا كان مثلا ممكن أكثر من يعني 1 pound راح مثلا تكون عندي 1 أو أصغر من الباوند راح تكون عندي سالب 1 وهكذا. طبعا هذا النوع من البروبلمز إنه أنا يعني راح يصير عندي حالة الباترن ريكوجنيشن، يعني أنا جاي أسوي باترن ريكوجنيشن. أخذنا بالمواضيع السابقة من سوينا حالة يعني كانت على سبيل المثال اللوجيك جيت سميناها شنو اديشن بروبلمز كلاسيفيكيشن، الآن باترن ريكوجنيشن. يعني أيضا من الضروري نعرف نتعامل مع هذه المصطلحات لأنه تعطينا يعني فد انطباع عن وأهمية عن استخدامات النيورال نتوركس وتطبيقاتها اللي ممكن نسويها بالجانب العملي. على سبيل المثال ممكن نسوي قلنا كلاسيفيكيشن، وقلنا ممكن نسوي الآن باترن ريكوجنيشن، وهذه ادفانتج او التطبيقات الخاصه بالنيورال نتوركس اللي ناقشناها في بدايه المحاضرات. الان نريد نرسم الديسيشن باوندري لهذه الادخالات اللي موجوده عندي. فكم ادخال انا موجود عندي؟ موجود عندي 3 ادخالات اللي هي محدده قلنا بالشيب والتكستشر والويت. فال P1 اللي هو خاص بالشيب، وال P2 وال P3. طبعا هذه الإحداثيات هي ممكن تقابل شنو ال X وال Y وال Z. وال Orange هنا أنا يعني حتى نميز هذا ال P1 عن هذا ال P1، يمكن تلاحظون هذا يعني bold يعني مكتوب، وهذا وكذلك هذا يعني مائل ال P1. نفس الكلام بالنسبة للأبل. شنو الفرق بين هسه حددنا المحاور الثلاثة اللي هو الـ P1 والـ P2 والـ P3. 3 axes موجودة عندي قلنا اعتمادا على shape والtexture والweight. هذا الـ P1 وهذا الـ P2 شنو؟ احنا حددنا فكتر الـ P1 اللي هو قلنا 1 minus 1 minus 1 حددناه من السؤال. طبعا اذا اريد الرسمه يعني راح يكون وين اتجاه هذا الفكتر، راح يكون بهذا الثلاث نقاط عندنا موجوده لهذا الفكتر اللي هو ال 1 -1 وال 1 هذا الفكتر. فاذا اريد الرسمه راح يكون يعني اذا قلنا مثلا x y z او قلنا p1 p2 p3 فراح يكون بهذا الاتجاه. وبعدي من نقطة الأوريجين من نقطة الزيرو، نقطة الزيرو اللي هي زيرو زيرو زيرو. الآن إذا أريد نرسم الفكتر الثاني الخاص بالأبل اللي هو قيمته عفوا هنا ماينس 1 1 ماينس 1، إذا أردنا رسمه راح يكون بهذا الاتجاه بهذا الشكل. الآن إحنا إذا أريد نحصل على decision boundary شنو قلنا؟ قلنا نحتاج إنه إذا كان عندي two dimension شنو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي line linear يعني خط يفصل البيانات. أما الآن عندي three dimension فشنو راح يكون عندي؟ أحتاج راح يكون عندي plane. فالبلين ألاحظ هذا الفكتر الأول الموجود عندي وهذا الفكتر الثاني، وين أفضل مكان أنا أقدر أرسم البلين حتى يفصلهم؟ لأنه إحنا قلنا البيرسبترون هي أيضا كذلك لينير بروبرتي تتعامل مع اللينير، إذا نون لينير ما ممكن تحل السؤال. فوين أنا ممكن أرسم البلين اللي هو لينير يكون ويفصل لي الأورنج عن الأبل؟ طبعا لو نلاحظ الآن هذا اللي هو مرسوم وين مكانه موجود الآن، يعني فقط أنا عندي نقطة الأوريجين هي ممكن تفصل. فإذا هذا البلين مريته باتجاه بنفس اتجاه المحور X أو محور P1 دا سمينا بنفس الاتجاه كذلك، ومر أيضا اليمن على P3 يعني سقط إذا نتخيلها على واقع على مركز هذه النقطة بنفس بمحاذاة البي 1 وشنو والبي 3 بهذا المكان راح يكون هو فاصل ما
ما بين هذا الفكتور اللي هو عابر بهالاتجاه وهذا الفكتور عابر بهذا الاتجاه. اذا نقطة 0 0 راح تكون هي مرة بالفكتور بالبلين، يعني احد نقاط البلين. اذا الان احنا حتى نصمم الشبكة شنو نحتاج؟ احنا نحتاج الى ويت، ونحتاج الى شنو؟ الى بايز. طبعا بما يخص الويت ذكرنا معلومة في بداية هذه المحاضرة، قلنا الديسيشن باوندري هو شي يكون عمودي على الويت. طبعا حددنا احنا الان الديسيشن باوندري بالبلين، فاذا نحتاج شنو؟ نحتاج الفكتور العمودي. وين نتوقع الفكتور العمودي راح يكون؟ بما انه البلين مرسوم على محور البي 1 ومحور البي 3، اذا البلين او الفكتور العمودي وين راح يكون؟ بيا اتجاه، راح يكون باتجاه شنو؟ باتجاه البي 2 باتجاه الواي. اذا معنات هذا الكلام انه قيمه الواي راح تكون صفر. نريد نفتهم الموضوع اكثر، يعني نحاول نبسطها. اذا نريد نبسط اكثر شوي يمكن نحتاج نسترجع معلوماتنا بمعادلات البلين اللي درسناها بالصف بالمرحله الثانيه بما يخص كيف شنو احتاج للبلين حتى نحصل على المعلومات الخاصه بمعادلته والفكتور العمودي له. يعني احنا اذا اريد معادله البلين هي هذه معادله البلين، بغض النظر عن الشقاقه هذه معادله البلين. منين متكونه؟ متكونه من الدي اللي هو يمثل كونستانت واللي قيمته محددة من نقطة من X1 و X2 و X1 و Y1 و Z1 اللي هي نقطة مرة بالبلين، واحنا هنا لعبنا على سبيل المثال 0 0 0 وممثلة بالاي 1 بالاي بي سي، وهي شنو؟ وهو الفكتور العمودي. احنا الان حددنا اتفقنا انه الفكتور العمودي راح يكون هنا يكون باتجاه ال P2، يعني الفكتور هنا راح يكون عندي باتجاه ال P2 او باتجاه الواي راح يكون عندي هنا راح يكون قيمته باتجاه Z وباتجاه X قيمته تساوي صفر، فراح يكون عندي الفكتور N تساوي قيمته، يعني خلينا نقول B على سبيل المثال ما نعرف قيمته ايش قد بالضبط، في شنو؟ في اي واي، في اي واي. فحددنا قيمه الفكتور اللي هو هذا الفكتور العمودي، لانه منين جبنا هذا؟ ليش احتاج الفكتور العمودي؟ لانه قلنا البلين الويت تكون شنو؟ عموديه على الديسيشن باوندري. حددنا الديسيشن باوندري وبهذا طلعنا الفكتور العمودي اللي هو شنو يمثل من عندنا. نريد نشتق احنا نريد نشتق الويت، نطلع الويت نستنتجها. تمام، اذا عندي هذه النقطة موجودة تعرفنا عليها وتعرفنا على الـ N factor، اذا من هذه المعادلة يعني الـ X1 والـ Y1 والـ Z1 صفر، فاذا الـ D راح تساوي قيمته صفر. طيب الان اذا مركبة الـ N الفكتور العمودي لا عندي A ولا عندي C، اذا قيمتهم تساوي صفر، شنو بقى عندي بالسؤال؟ بقى عندي البي واي فقط تساوي ايش قد؟ تساوي صفر. فاذا كانت البي واي تساوي صفر اذا الواي ايش قد قيمته؟ تساوي صفر. اذا الفكتور العمودي هو بقيمه فقط وين؟ باتجاه الواي، فراح تكون قيمه هي صفر بالاكس وواحد بالواي وصفر بالزد، وهذا يعطينا انه هو هذا شنو قلنا؟ قلنا الويتس اللي احنا نحتاج نستخدمها. الحالة الثانية اللي هي حالة البايز، يعني البايز هو مقدار يعني التشفيت اللي راح يصير وين؟ بالديسيشن باوندري. وين حاليا هو موجود الديسيشن باوندري؟ موجود بحالة الاوريجن، فراح تكون قيمة البي هي شنو تساوي؟ تساوي صفر. اما اذا كان اكو تشفيت يمين او يسار بالديسيشن باوندري فراح تكون قيمته موجب او سالب اعتمادا على التشفيت. الان ما موجود عندي تشفيت فراح يكون عندي حالة الصفر. اذا قلنا البي 2 تساوي صفر، شنو هذا البي 2 تساوي صفر؟ يعني الواي تساوي صفر. احنا استخدمنا بي 2 واستخدمنا واي حتى نفتهم اكثر المحاور باتجاه الاكس والواي والزد.
وحددنا البلين وين موجود، موجود باتجاه البي 1 والبي 3، يعني شنو يعني موجود باتجاه اكس زد بلين، باعتبار ان قيمته بالواي شنو تساوي صفر مثل ما شفنا بالرسم. ولاحظنا انه الديسيشن باوندري شنو قلنا راح يكون هو عمودي على الويت. ف اذا الان اذا اريد نستخدم هذه الفورمولا الخاصه بالويت مضروبه في شنو في الانبوت زائد البايز، ايش قد راح تساوي؟ تساوي صفر. قيمه الويت كفكتر حددناها قلنا 0 1 1 اللي استنتجناها اخر شيء بالسلايد السابق، وقيمة الادخالات، قيمة الادخالات اللي موجودة عندي هي P1 و P2 و P3 زائدا صفر اللي هو البايز قلنا يساوي صفر. ايش قد يساوي بالاوتبوت؟ راح يساوي صفر. المنطقة الشيدد المظللة اللي شفناها بالرسم بالديسيشن باوندري هذا شنو راح تكون بها حالة الانبوتات؟ بهذه لكل هذه الادخالات راح تكون عندي الاوتبوت فيها تساوي واحد. اما بالحاله الغير المظلل الحاله او الشكل الابيض اللي هو اسفل حاله التظليل راح تكون عندي ماينس واحد لكل حالات الادخال. اذا الان البايز تحددت اللي هي صارت قيمتها تساوي صفر، والويت تحددت صارت قيمتها تساوي 010. حددنا هذه الحالات. اذا حتى الان شنو نحتاج؟ نحتاج نختبر هذه الحالات حتى نتاكد هل هو صحيح ممكن تعطيني هذه النتيجه او ما ممكن تعطيني النتيجه المطلوبه حتى اميز ما بين الابل والاورنج. فالان نحتاج نسوي اختبار، يعني مثلا اختبار بما يخص الاورنج على سبيل المثال. قلنا عندنا الويت عرفناه، واذا اخذنا الانبوت الخاص بشنو؟ الخاص بالاورنج اللي هو 1 ماينس 1 ماينس 1 زائد 1، يعني هذه اذا ضربناها راح يصير عندي ماينس ماينس 1. فماينس 1 اذا دخلناها على الاكتيفيشن فانكشن شنو راح يطلع لي بالاوتبوت؟ راح يطلع لي ماينس 1. فاذا قلنا هذا هو الاورنج اذا كان عندي الاوتبوت هو ماينس 1. الحاله الثانيه راح ايضا اذا ضربنا الويت مع الانبوت اخذنا حاله الانبوت الثاني الابل زائد 0 راح يطلع لي الاوتبوت ايش قد قيمته؟ 1. اذا طلع 1 معناته شنو؟ هنا ظهرت عندي حاله الابل. طبعا احنا هنا حسب يعني ممكن نقول احنا كيف يعني كيف انه عرفنا انه هذه ماينس 1 هي الاورنج والوان ابل، يعني احنا هذه تقسيمات سويناها حتى نميز حالة الاورنج مع الابل. يعني هنا قلنا we may want the output of the percent to be 1 when ابل and when orange's input يعني will be minus 1. إلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لإصغائكم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.